بس خلوني بس أتابع مع حضراتكم الخبر العاجل اللي كنت قلته لحضراتكم من شوية. أكدت مصادر رفيعة المستوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذي شهدته قرية في أشمون في محافظة المنوفية. أضافت المصادر أنه عقب وقوع الحادث مباشرة وجه سيادته السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة أنسب الحلول والتي خلصت إلى تنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.